السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ناجي من قناة أنا معلم. اليوم بحلقة تانية من فاميلي ناجي، استو ناجي فاميلي، فاميلي اوف ناجي. بيتي فخم. تذكروا بحلقة الأولى جبنا هاي وجبنا وحطينا هالتخت هون حي تحطكن أوضة الأولاد، وما بعرف ليه أنا نايم هون مع إنه لازم نايم هون. ممكن أنا هيك عندي سليمة حلوة. بالأول طيب عندي فكرة أنا حلوة ليه كنت شو حعمل فيها ليكو. بالأول لازم ناكل، ما يعني أكيد هاللامب يا معلم تجيب هاي، وهالمكتبة لا لا شو هون هالمكتبة لجي وين المكتبة، مكتبة دي مكتبة ايه هي منجيبها. ها جبنا المكتبة نحطها بالأوضة ونجيبها نحطه بالتخزين، بعدين بنفضي بعد هون اشياء هيدي. اقولكم عندك حيكون مطبخ هيدا مطبخ مثلا ديش يكون بالمطبخ في هاي نجي نحطه وقع كتير وتخت دي هاي قد هيك نقدر نشي. اوكي اذا عندكم شي بساعدنا بالكومنت قولوا لي. هلا بنرجع لهون ومن مثل هيصار المطبخ شكلي بخزنه. تتخت مرة تاني بشي ما هون يوضي معكم مع اوكي هيدي اوضة النوم. يلا تنام يلا حط هاي على البيت. ما شاء الله ما شاء الله عليك ابداع ابداع. ها حطه على الباب. ايه يا ناجي هاي ابداع كبير. يلا جيب هالكنبايه حطه جيبه بعد نحطه هون نقعد هيك ماشي. جيب هاي صادة كم البيت نحن نفوت من هون من ولا نقول في بيت مرة ديا 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 أم من كل شيء بيت من هون. إيه هتكون صادة صادة إيه من هون بس هون نفس الشيء محتار يا عمي محتار. لا خلاص خلاص بجيب البي سي جيب البي سي بس جيب البي سي يا عمي بي سي اني نسيت بي سي. اوكي بأول شيل 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 وشيل وشيل اوكي يا وبعدين منجي نحرك التخت شوي لهون. هيك التخت كبير ما نعرف كيف يعني هيك منيح خلص. اوكي وبعدين التخت على البيبي تعوله بنحط هون هون بنام على هون منيح هيك بروم يسلم هيك تخت البيبي مثالي
لا مش هون. نحط هيك، نحط هون هيك، ونجيب السجادة بعدين نحطها هون، و نجيب الكرسي للصالة، للصالة. نرجع نحطه. انجا اصلا نحن حنحط شي بالمطبخ انجا، عشان هيك يعني فين نجيبه نحطه هون. نحتاج مطبخ، حسنا مطبخ، نحط هاي الصالة. يلا تينك 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 وتينك تينك، هاي الصالة. يلا يا صالة يا صالة، حتطلع أحلى صالة هاي بالعالم، كبيرة أكيد حتطلع حلوة يا شباب. ليكو نجي نحطها هيك، ها لا ليكو جايبين هيك، اوكي هيك منيح كتير. يلا ومنجيب التلفزيون ومنجيب هيدا الشي ايه، ونحطه هون يا سلام. بعدين نحط هاي الكنباية هون، والله حلو. ونجيب اللوحة نحطها هون، فارم صغيرة فوق التلفزيون. ايه حيطلع حلو البيت، والله مصدق يا شباب حيطلع كتير حلو. بس انا صرت في الستة الان كتير اغراض من البيت في اعتبار. هما نحط المكتبة بتكون هون شو هيك، لا ايه هيك هون، وهول الاثنين هون، صار دم تلفزيون كمان الصغار. و وين السجادة؟ السجادة هون، هاي السجادة هون. اوكي بعتقد اوضة القعدة بشكل عام، والله حلو. لا بعدنا هاي وهاي، ومنزل لا شو ايه هاي اللمبة نجيبها لهون. لا سمحتوا ايه. وبعد في هاي علبة البيتزا نحطها هون، ايه هيك مثل البيت. اوكي هذا هو القعدة. هلا نرجع اوضة البي والام، يعني اوضتي انا وقت. يلا اول شي نحط هاي الكاميرا، او ما في هيك. يلا حلم الجبع، روح داري بها شغلة. يلا السيت اب، ما عندي السيت اب بس يعني. وبنجيب الكرسي الفخم كتير هاي، و منجيب هاي بحطهم بقطة هكذا. بدنا نتعشى، نعطي لابن موز بيقلع ويبقى شيء من هول لك الصحي. نحن عنا يكون قوي. يم 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 نقول يم يم يم. اوكي يلا هلا السجد.
اللوحة، اللوحة وين نحطها؟ ما يكون لوحة متشيلة، نرجع منجيبها، نجيبها. كيف من اللوحة؟ يعطوني اللوحة، نحطها هون. بيت كتير حلو. اوكي حلو كتير البيت، بيت جديد انه حلو. هيدا محل فاضي. لا 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 لا، جيت لهون. لا انا اجي ارجع البيت، جيب هاي. جيب التخت، ابني ما عنده سيت اب مثلي مثلي. اوكي بس انا نجيب له هيك يعني، انه مسكين ابني مسكين. نجيب على عنده بتبني. اوكي وذا هيك يا شباب، وصلنا على نهاية الفيديو. و دا سلام، ما تنسوش اللايك وتشتركوا بالقناة اذا انتوا بعدكم جداد.